هاي التغريدة للسيد مقتدى يوم 30/11، قال إنه إحنا نريد نصلح المثليين، مو نقتلهم، مو نعدمهم، مو نأذيهم، إحنا نريد نصلحهم بالأخلاق. المهم، فقصدي أني راح أقول لكم شغلة على تغريدة السيد. وصلني ملف كلش مهم، كلش مهم. انطوني اللي بعد تغريدة السيد. اها، شوفوا هذا الخبر وارجع اقول لكم شنو القنبلة اللي وصلتني. تفضل. أهلا بكم مشاهدينا مجددا. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها، إذ وصل وفد من الكونغرس الأمريكي اليوم إلى العراق مكون من 4 أعضاء، بينهم 2 من أشد المدافعين عن حقوق المثليين، وذلك بعد حكم القضاء العراقي على المتحول جنسيا المدعو جوجو دعارة بالسجن 5 سنوات، وهو عراقي يحمل الجنسية الأمريكية. ويضم الوفد كلا من عضوي الكونغرس مارك تاكانو وكولين ألارد المعروفين بدفاعهما الشديد عن المثليين في أمريكا والعالم، بالإضافة إلى عضوتين أقولهما كاتي بورتور عضو لجنة الرقابة والإصلاح، وإليسا العضوة الخبيرة في الاستخبارات والجماعات المسلحة بالشرق الأوسط. حلو، لحظة، انطيني اللي بعدها بالصورة. لحظة، هنا القنبلة، تخيلوا يجون من الكونغرس الأمريكي ممثلين على مود يتابعون قضية جوجو دعارة، وشنو اللي صار وياها؟ جوجو انحكم أو انحكمت الحد الآن على قضية واحدة 5 سنين، وهاي القضية حسب قول جوجو اجت قصاصة بالحكم، تمام؟ اكو ناس صماخات كبار واقفين ورا انه يسدون حلق جوجو. بس جوجو ايش قالت؟ قالت انه اني راح اكشف واني بالسجن، راح اكشف الفضايح كلها، تمام؟ ليش؟ لانه القاضي مدى يقبل يدز جوجو إلى المستشفى مال الأمراض العقلية، الأمراض النفسية. تقول لكم أني عندي انفصام بالشخصية، وهذا الكلام من أيام ما كانت بالمكافحة. اطون الصوت. أنا حاليا بالمكافحة، تمام؟ عندي مرض انفصام بالشخصية، القاضي ما يريد يحولني المستشفى، ما أعرف ليش. كلام من وصف، هاي أول شغلة. ثاني شغلة، أنا كنت أحكي على المسؤولين، كنت أحكي على، يعني كنت أشوف دول الناس اللي خضرة بالسارة، الناس المعدية، الناس الممتوفة، إلى آخره. زين، ليش بلدنا أحمل مليارات بتروح وولد الحرام بياخذوها؟ زين، من إجت في العراق أنا صار لي سنة، ما صار لي مثل ما يقولون استجرتوها، أنا صار لي سنة بالعراق. لكن اشتكوا علي، مجرد راجعوا يدخلوني السجن في سبيل ما احكي اخياسات هواي عالم. انا اطالب من الكونغرس الامريكي انه يتحرك. زين، اول شغله. ثاني شغله، انا اريد اروح مستشفى نفسيه، والدكتور هو المعالج. يعني اذا انا سنت ما بي شيء، الدكتور حيعرف كل الزين. انا حاليا انسانه تعبانه بلا علاج، انا عندي مرض تمام. جوجو هنا ده تطلب طلب واحد، وهذا طلب إنساني، تمام؟ ده تقول لهم بس ودوني للمستشفى النفسية، خلي يشكلون لجنة أطباء من عندكم، شكلوا لجنة أطباء وخلي يشوفون أنه أنا مريضة نفسيا لو لا.